مساء الخير واهلا وسهلا بكل مشاهدين نورمينا الفضائية الأردنية الأولى. بنمسي عليكم دائما بهذه الليالي اللي داخلة على البرد، وبنقول لكل واحد مضبضب شتوي أنا الأوان أنه يطلعوا اللحف. مساكم الخير من عمان، من عمان عاصمة كل الناس الطيبة إلى كل العواصم العربية والشقيقة والصديقة دائما وأبدا. من برنامجكم لو كنت مكانه شو ناوي تساوي لو كنا الليلة أصحاب قرار بالضمان الاجتماعي. أبو سلطان العبادي، مساء الخير يا أبو سلطان. مساء الخير يا دكتور، كيفك يا صديقي؟ يلا يسلمك ونتورد يا دكتور، الله يمسيك بالخير حبيبنا أبو سلطان. ومساء الخير للشباب عندك ولرئيس القناة، ومساء الخير للجلالة السيدنا الله يطول عمره خلينا إياه، الله يحفظه ويظل تاج على رؤوسنا. هلا يا أبو سلطان. سيدي دكتور، بالنسبة للضمان الاجتماعي، نعم والله يا سيدي يا دكتور، هذا ضمان اجتماعي من 10 سنوات أو 15 سنة. لكن هذا ضمان اجتماعي سيدي معروف، لا الفئات اللي معروفة يا سيدي. كيف يعني؟ يعني خليني أحكي لك بكل صراحة، يعني ضموا القوات المسلحة وضموا الموظفين الدولة، هاي في نقطة واحدة بدي أحكي لكها. لكن الضمان الاجتماعي بحدود حوالي 6 مليار أو 7 مليار خزينته، لكن مين اللي بيستفيد من الضمان الاجتماعي سيدي يا دكتور؟ اللي بيستفيدوا منها الشركات الكبرى يا سيدي. انه انا وياك نتفق حتى اذا كان فعلا في ناس قاعدين يبتزوا اموال الضمان نفكر في طريقة نمنع هذا الشيء. فماذا تنصح انت بالنسبة لهذا الموضوع؟ شو بتقول اللي عم بشفطوا الفلوس بدون وجه حق؟ دكتور سليم ابوي، انا في نقطة بس بدي احكي لك اياها. تفضل. طيب معك بيجوز في واحد بيقول لك انا رافي 3000، ها هو راتبه 3000 بيجي وبيدفع، بس في مساكين الموظفين الثانيين ما بيقدر يدفع المبالغ هاي. يسعدك ابو سلطان، وشكرا إن شاء الله لك على الحلقات الجميله حبيبنا ابو سلطان. شكرا لك يا دكتور يا كريم، وشكرا للشباب عندك، انا وياك بشهر واحد، لجميع المخرجين اللي عندك ورئيس القناه. يسعدك واشكرك حبيبنا. والله يحمي جلال السيد ويظل تاج على رؤوسنا. امين يا رب العالمين. أم أنس، مساء الخير يا أم أنس مرة تانية. مساء الخير، منعتذر عن ال لا يا ستي، احنا اللي منعتذر، اسفين يا ستي، تفضلي. مساء الخير دكتور، اول شيء بحب احييك على البرنامج، والله يعطيك العافية وجميع القائمين على هذا البرنامج الرائع والمحطة الرائعة. وكان لي اقتراح بالنسبة للضمان الاجتماعي وخصوصا التقاعد المبكر. طالما احنا في مرحلة قادمة للانتخابات وبرلمان جديد، ودائما بتم النظر وتحديث القوانين بما يوافق متطلبات العصر. نحن بنشوف دائما وبنسمع انه عندنا نقص في المعلمين في الأردن، وهي قضية عامة وبنسمع عنها ومنشورة والكل بيعلم فيها. فاحنا ان كان ستات او رجال بنوصل لحد معين من العمر والحمد لله رب العالمين بنقوم بواجبنا. بعدين بيصير الواحد انه له طاقة جسدية معينة، فبيقول طيب انا خليني اخذ التقاعد المبكر وبستحق هذا التقاعد، لكن ما يعني ما بتوفي معي اني اقعد مثلا انا كرجل او كست دوام كامل تفرغ كامل في البيت. انك انت لما تاخذ تقاعد مبكر وتطلع وتاخذ مكان اخر وظيفه، فانت اخذت محل شخص ثاني واخذت راتب منقوص صحيح، لكن انت وكانك عم تستغل الدوله، هيك كان وجهه نظرهم. هلا انت كمواطن وانا كمواطن يا محلاني يعطوني تقاعد مبكر واقعد واشتغل بمحل ثاني واصير اقبض راتبين ثلاثه، هذا حلو. بس يبدو المعادلة الكبرى لما بدنا نحط المصلحة الكبرى للوطن، أنا لست معها، أنا معاك بأيدك ترى أنه يا ريت أنه هذا يكون زي ما بدي وبدك، لكن يبدو كان وجهة نظرهم أنه بتضر الاقتصاد الوطني، فما رأيك؟ رأيي أنه المعادلة اللي أعطونا إياها هم اللي بسمعها في البداية بحط 100% أنه هذا كلام صحيح، بفترض أنه هذا كلام صحيح، بس لما يكون الواحد مجرب هذا الموضوع وشايف انه رح تيجي ايدي عاملة للأردن من خارج البلد ممكن استقطابها، فمعناته انه انا المواطن الأردني
لو كانت أمور صحية صحيح، بس هذا لا يعيق هذا المواطن الأردني ضمن الشروط إذا بيستحق التقاعد المبكر ضمن الشروط وضمن القانون وبما يرضي الله. هذا لا يعني أنه يقعد في البيت ويستنى موته، ويجي واحد عمالة وافدة ونقول ما بدنا نحط بداله شخص آخر. مين الشخص الآخر إذا أنه إحنا عندنا نقص حاد؟ مش ممكن يجيك واحد يقول لك والله يا أم أنس رح تفتح علينا باب الكل يصير يطالب بال 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 بالتقاعد المبكر وقتها؟ والله هذا وارد، نضرب هذا الميزانية وارد. لكن أنا حكيت إنه في عنا نقص، وإذا في قطاع آخر فيه نقص ما في مشكلة بتهيألي للبلد إنه يقللوا من العمال الوافدة. شو بأي قطاع خاص؟ نحن بهمنا إنه أموالنا تبقى في بلدنا وإحنا أولى فيها. أي تخصص فيه نقص فممكن يعدلوا القوانين، بممكن يحطوا عشان ما يصير فيه والله اشمعنا هدول جوابه بده يكون عندنا نقص. كل الشكر لكم أنس، وبتمنى انه فكرتك تبلوريها بطريقه هيك مرتبه منظمه، تبعتي لنا اياها بموقعنا على الفيسبوك لو كنت مكان شو، لانه هذا البرنامج وغيره من البرامج تنبعت سي دي مع الملاحظات لصاحب القرار او للمؤسسه تلك. شكرا لك يا أنس. شكرا أهل. شرفتينا، يبارك في عمرك. عواد فخوري، مساء الخير اخي عواد من عمان. مساء الخير، كيف حالك يا صديقي؟ اهلين يا عواد، كيفك دكتور عواد؟ بتتابع برنامجنا من زمان ولا اول مره بتفتح علينا؟ اول مره بحكي بس بتابعه. لا، بدنا نصير نحكي مع بعض ونبعث لبعض اقتراحات، لانه أكيد. صدقوني هذا البرنامج اذا اشتغلنا عليه صح احنا وانتو منطلع لصاحب القرار فكرات او افكار مش بجوز موجوده، لانه والله يا اخوي يا عواد اذا المسؤول كل اللي حواليه لما يقول صباح الخير يقول صباح النور كيف الوضع، كلهم يقولوا تمام باشا كل شيء تمام، احنا بدنا نحاول نقول له شو اللي مش تمام وبرضه ننصح، هي الفكره نصيحه. فلو كنت صاحب قرار في الضمان الاجتماعي ماذا تود ان تفعل؟ صديقك من صدقك يا دكتور. صحيح، احسنت. نعم، ماذا لديك دكتور؟ الله يعطيك العافيه اولا. الله يعافيك صديقي. وانا في ثلاث ملاحظات في هذا الموضوع. تفضل يا سيدي. اولا، في عدد من كبار السن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي. غير مشمولين، اوكي. تعرف ليش؟ اعتقد هذا موضوع مهم جدا. أوكي. هذا امتى صار التعديل ابو استاذ عواد؟ نعم. بتعرف امتى صار التعديل هذا؟ نعم. بتعرف امتى صار التعديل هذا في القانون؟ بتصور من سنتين ثلاث، مش متذكر بالضبط. لما في اكم من حوت من الحجم الكبير فهمان عليك، صار يرفع بدخل كبير. يعني هسه انا مثلا عندي شركه، نعم، عامل لي راتبي فيها كونها شركه لابوي وكذا او مدير، نعم، بنك، راتبي 16 او 12 الف دينار شهري. ترى في ناس هيك يعني للي تفكر ما في، وقمت حطيت مياومات ومغادرات وطلعات ونزلات خليت راتبي يوصل شهري 30 الف دينار. نعم. الآن هذا الحكي بروح برتبه خلال كم من سنة اللي أنا عارف حالي راح أتقاعد، بروح برفع الدوز. نعم. وبسكر إشي قديم شوي وما بعرف شو، بتقاعد من هون براتب تقاعدي مش أقل من 12-13. يعني في لعبة مش بريئة، وبين قوسين لعبة قذرة للأسف لعبوها البعض. صحيح. علشان هيك الله يحفظ اللي كانوا مسؤولين بلحظة بالضمان. نعم. نعم. لحقوها، لأنه هذا استنزاف. طبعا. هذا مش مال أبوه لهذا الحوت اللي عقبال ما ينصاد، هذا مال شعب. فأنا باعتقادي هذه النقطة يكون سببها هيك، لكن برضو بقول كل حالة ممكن أنها تدرس بحالتها ولا لا أخي عواد؟ صحيح، ممكن. يس. جدا. أوكي، أنا معك بهذه النقطة. ثلاثة، عفوا، بس في على هذا الموضوع شغلة مهمة، أنه صار في سقف أعلى للتقاعد دكتور. نتيجة هذا الحيتان اللي كاشوا اللي كاشوه، صار في سقف أعلى للضمان، ما بيجوز يتعدى مهما كان راتبه. صحيح. طيب الاقتراح الثالث، انه يكون في تأمين صحي للمتقاعدين على الضمان. ما فهمت كيف يعني تأمين صحي للمتقاعدين؟
بعض المتقاعدين من الضمان الاجتماعي ما بيشملهم التأمين الصحي. معقول؟ أعتقد هيك، لأنه سمعت من الناس منهم أنه ما فيش عندنا تأمين صحي. أبو عواد بعطوه، أنا بعرف التعطل عن العمل وبيكون مشبوك ويطلع في إله، في إله حسبة. أنا بعرف من الشباب يعني أكيد فيه، بس بعرف شو القيمة إلا إذا صار بالتعديل الجديد، بجوز أنا ما اطلعت عليه بالتعديل القانوني. يعني في صديق إلي عمته خدمت 5 سنين مثلا بمدرسة خاصة وطلعت وشبه قطع عن العمل، وأعطوها رواتب 3 شهور على ما دبرت حالها. أول شيء 70% الأخير دكتور ممكن. أول شيء 70% بعدين 50% بالضبط أظن، بعدين 20% ممكن. بس مش كل الناس بتعرف هذا البند. والبند ترى هذا الضمان ما بحب ينكشه ويبلغ فيه حتى حتى الناس ما تيجي تدق فيهم. نعم بقول هذا البند ما بحبوا الضمان يحكوا عنه، لأنه لأنه بكش فلوس كثير. بالضبط. شكرا لك صديقنا، شكرا ملاحظاتك كثير قيمة، الله يمسيك بالخير. مساء الورد. الله يرضى عليك. يا مرحبا فيك، حياك الله.